نصراويا، الأول كان نصراوي في نهائي كأس ولي العهد 2014، والثاني كان في ربع نهائي الكأس في لكن الآن أيها الأحبة نحن نتحدث أيضا في وضع مختلف والرغبة مختلفة والصدارة مطلوبة والمرور، وما هو القرار؟ نريد الذكريات إلى عام 99، والسيد سومينا سكومينا السلفاني على طول أشهر وأطلق الصافرة وأعلن عن ركبه. إنه السهلاوي ذو 10 أهداف في الديربي يتقدم أمام المعيوف وهي في الجول. المتخصص يعود من جديد، يعود من جديد السهلاوي، عاد إليكم من جديد بيسجل هدف قائمة المعيوف، كرة على يمينه من ركلة جزاء وهدف مبكر ينجح. كرة تبعد، هاتريك لخريبي كان، بينما إدواردو يتقدم والكرة توصل على طول لوليد عبد الله، سهلة بأوامر سكومينا كفي لندن. هذا هو كارلوس السوبر في ذكرى السوبر، دائما ما يقول هذا. السهلاوي يعزف مع لحن الجماهير، لكن الكرة مقطوعة وتحولت من برونو إلى وليد عبد الله ينجح بالحصد. جميلة بين السهلاوي وسالم، كسب سالم الكرة، عرض مية جانبية لمصلحة الهلال. سالم يتقدم ويفكر، جميلة خطيرة لازالت على طول، فيها خطأ لمصلحة برونو، لكن لو عاد أجواء الرياض حلوة حلوة. والآن هلالية وإدواردو، وليد يظهر مرة أخرى، وليد الحارس العملاق يظهر مرة أخرى، استعيد أوضاعه وأن يعود إلى الديربي. الديربي نصراوي حتى الآن، نصراوي وتنحط الكرة في أحضان المعيوف. الكرة الماضية من ليونارد من الأول، وحول الكرة جميلة للبريك، انتظار العرضية يمر ويسدد، والآن كوندا يظهر مرة ثالثة يقول أنا هنا أنا هنا. الكرة على طول وبالرأس، الله الله يا وليد، الله يا صاحب التاريخ والذكريات، هنا في الملعب التاريخي. الآن الكرة توصل إلى البريك، البريك بيرسل عالية، عمر جميلة وصلت إلى وليد، أحلى لعبة في المباراة. دياز الكرة إلى سلمان، لكن أين له ذلك بما أن أمام المرمى عمر. الكرة على طول ينجح بإنقاذ التي لا تنسى. ماذا عن الهلال وماذا عن ترك ذكرى الشوط الأول؟ الذكرى جميلة جميلة، سالم أخيرا الهلال وصل إلى الشباك عن طريق آخر من وصل في الديربي في أرض الملاس، يصل الآن إلى شباك النصر 1-1. الديربي في شوط واحد تحدث عن نفسه في الملعب العرير، في ملعب الأحداث والذكريات الجميلة، في مسرح كرة الديربي العريقة. لقد أوفى بوعد في كرة هلالية ملعوبة جميلة بين إدواردو بين خريبين، وبعد ذلك سالم الدوسري وصل إلى شباك المتألق في مباراة اليوم وليد عبد الله. لكن هذا لا يكفي، الكرة على طول يصل فيها الهلال إلى ختام شوط أول بهدف للنصر، هدف للهلال، هدف الديربي تحقق، متعة الديربي تحققت أيها الأحبة في 45 دقيقة. الحكم الكبير والمعروف سكومينا يطلق صافرة انطلاق الشوط الثاني، انطلاق المتعة من جديد. الهلال تغطية من حسام، الكرة للفرج، الأناكوندا يظهر.
مرة أخرى وأخرى وأخرى، لكن هذه الكرة سلل سدد وأنقذ الموقف المتألق في هذا المساء. وليصلي تقدم الآن، التقدم لفوزير، فوزير مر، فوزير إلى الشهري سدد. كان بعد تقدم النصر، تراجع النصر وبالغ في الدفاع، الأمر الذي منح الهلال فرصة العودة للتعادل. لاحظ معي أن النصر أدرك ما وقع، هدف تقدم يأمل كل عاشق للهلال والنصر. الكرة ملعوبة والكرة توصل، النصر يرغب من أجل الأيام القادمة، بالذات النهائي القاري. كرة إلى إدواردو، التغطية من أمام كارلوس ديد إلى إدواردو، ثم اقتناص فرصة، اقتناص فرصة، اقتناص فرصة، ركلة جزاء للسوبر، السوبر الذي يعشق الديربي، ركلة جزاء هلالية. هكذا جاءت الكرة، هكذا عمر حاول الوصول، وصل إلى أقدام إدواردو، الصافرة أطلقت، السوبر يكسب الذي يحب أن يظهر دائما في الديربي، كارلوس إدواردو، قمر بني هلال يشع في سماء الديربي، قمر بدأ الآن، قمر بني هلال يحجب الشمس، يحجب الشمس، قمر بني هلال كارلوس إدواردو يسجل الآن هدف ثاني للهلال وخامس أهدافه في الدوري. السوبر كارلوس إدواردو على يسار وليد، حاول وليد الوصول، القمر صعب الوصول إليه، الصدارة صعب الوصول إليها، وبالتالي أعلن من جديد قمر بني هلال السوبر. بدر رغبة بالثالث، الكرة توصل عالية، إبعاد موفق من غالب، التغطية من جديد، والكرة تصل سهلة في أحضان وليد. في ظل غياب جيبور وهو خارج القائمة، لا شك بأن خيارات أصبحت قليلة لكونتيروس. 20 دقيقة أمامك، وأمامنا بطاقة صفراء سينالها خالد الغامدي، مع روح رياضية بين إدواردو، إنهاء الأمور بهدف آخر من أجل كسب المزيد من الوقت. الله على كرة، فارق كبير في الاستحواذ، والآن يستحوذ على النهاية. لا، لقد ظهر خالد الغامدي وقال للإيفاز لا، لن تغامدي أنقذ الموقف وأسعد جماهير النصر. سيمو الديربي هكذا كما ظهر السوبر، السوبر بمر وليد يتدخل يحصل على الكرة، انتهى الديربي.